شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعز الكاير حكيم وعايشين بأمان. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحنية في هذا المساء. شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وسن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرابع الخاص بالزمول من مسافتنا 8 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحث عن الناموس، نسير مع البداية ومع أول الأسماء. ننطلق هنا مع شعار هجن الشحنية والشبل، جابر بن سالم بن فاران المري يقدم هنا وينطلق مع شجاعة، وهنا مع رعد على أول البداية هنا، هنا دليل بشعار الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا دليل على أول الأسماء، ثاني المراكز وثاني الشعارات على ثاني المراكز. سلهود بشعار سعادة شيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني، جد بن سالم بن محمد المري هنا على ثاني المراكز، ثالث المراكز وثالث الانطلاق. هناك سوف نتعرف على ثالث المراكز، رابع الأسماء. وصل الناوي بشعار هجن الشحنية والذهبي المري يقدم لنا الناوي على رابع الأسماء، خامس المراكز هناك من الجانب الآخر على خامس التحديات وخامس الانطلاق. وصل شجاع بشعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان الثاني، وهنا محمد أو مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. وأعود مع البداية مع أول الأسماء، دليل هنا على البداية، منطلق دليل بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا دليل على البداية. ثاني الأسماء وصل سلهود بشعار سعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني، ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري في عملية التضمير. ثالث الأسماء وصل هنا ونيس بشعار هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ونيس، ويتسلل ونيس إلى ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية، وفي رابع المراكز رابع المراكز هنا من يحمل الرقم 23 سوف تأتينا معلوماته بعد قليل. خامس المراكز وصل الناوي هنا على خامس التحديات بشعار هجن الشحنية الذهبي سالم بن فاران المري، يتواجد هنا مع الناوي في خامس المراكز. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وعود إلى دليل هناك على البداية على أول المراكز بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا دليل على أول الأسماء وأول المراكز. ثاني الشعارات وصل ونيس بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ونيس على ثاني الشعارات. ثالث الأسماء وصل سلهود
سلهود. سلهود بشعار سعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري في عملية التضمير. رابع الأسماء وصل هنا رعد بشعار سعادة الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني وهنا بريك بن محمد بن طالب بن هليل في عملية التضمير، لكن حصل تسلل من الجانب الآخر. وصل الرقعي بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا الرقعي على رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات هنا رعد بشعار سعادة الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني وبريك بن محمد بن طالب بن هليل في عملية التضمير، هنا مع رعد في خامس المراكز. واختتم به النداء، وراء هناك شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ترقبوها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. أعود مع البداية، دليل هناك مسيطر على أول الأسماء وأول الشعارات، دليل بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري في عملية التضمير. هنا يقدم لنا دليل مع أول الأسماء من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. ثاني الأسماء هنا سلهود بشعار سعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري في عملية التضمير. ثالث الأسماء ونيس، غادم ونيس بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ونيس على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل الرقعي، الرقعي قادم بشعار هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا الرقعي. خامس المراكز وصل هنا للطام، وأول نداء للطام بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا للطام على خامس المراكز. منتصف المسافة 4 كيلومترات تنغضي، ويتبقى لنا مثلها 4 كيلومترات خطيرة وقوية، وهناك إثارة في 4 كيلومترات المتبقية. وعود مع دليل، دليل على البداية مع أول الأسماء. الله يا دليل بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا دليل. ثاني الأسماء واصل هنا سلهود بشعار سعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري في عملية التضمير. ثالث الأسماء ونيس قادم بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ونيس على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل هنا الرقعي على رابع المراكز بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا الرقعي على رابع الأسماء. خامس المراكز وصل هنا القادم للطام، للطام بشعار هجن الشحانية والش شبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا للطام على خامس المراكز. ولكن أعود مع دليل، دليل من بداية الانطلاق، وهو يدل الدرب الصحيح متجه هناك إلى بوابة الناموس وهنا إلى المنصة الرئيسية. يا دليل، وهنا بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا دليل على أول الشعارات. الله يا الشبل. ثاني الأسماء وصل سلهود بشعار سعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. ثالث الأسماء وصل ونيس، ونيس بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ونيس هنا على ثالث المراكز. رابع الأسماء
وصل هنا الرقعي بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، وفي خامس المراكز وصل الناوي، الناوي ناوي العلنية غادم بشعار هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الناوي الذهبي هنا على خامس المراكز. ولكن البداية أول الأسماء دليل دليل على أول الشعارات بشعار هجن الشحانية، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا هنا دليل. ثاني الأسماء وصل سلهود، سلهود غادم بشعار سعد الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري، لايحة الاثنين كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء، دليل دليل على البداية بشعار هجن الشحانية، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا دليل. الله يا دليل. ثاني الأسماء وصل سلهود بشعار سعد الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري، ثالث المراكز وصل ثالث المراكز ونيس بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية الرقعي قادم بشعار هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية الناوي من الجانب الآخر، وصل الناوي بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن الله الله بدأت هنا السرعة، بدأت الزمول بالانطلاق والاندفاع، بدأ هدير الزمول. الله 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 هناك البداية، دليل دليل على أول الأسماء بشعار هجن الشحانية، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، والكيلومتر الأخير الكيلو الخطير نيسان بترول استيشن في خط النهاية وفي الانتظار، دليل على البداية على أول الأسماء بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، هنا سلهود بشعار سعد الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري، وهنا الناوي بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري. الله الله الله. وهنا ونيس بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، بدأت الزمول بالإقلاع. الله الله دليل دليل بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن ثاني الأسماء ونيس، ونيس هنا قادم ونيس بشعار هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية، ومن الجانب الآخر على ما يبدو لي أن الناوي، الناوي بشعار هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري، الناوي الناوي الذهبي، وهنا الناوي وونيس اللحظات الأخيرة، الناوي الناوي تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا الناوي. ثاني الأسماء هنا ونيس بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، ثالث المراكز. وصل هنا للطام بشعار هجن الشحانية، وفي رابع المراكز وصل هنا الرقعي بشعار هجن الشحانية، وفي خامس المراكز وصل هنا شباب بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. تابعنا وإياكم الزمول تتنافس على الفوز والانتصار حتى خط النهاية، وكان هو الفائز الناوي بشعار هجن الشحانية، وحضر الذهبي سالم بن فاران المري. مشكور يا الذهبي وسلمت يمينك يا سالم بن فاران المري. والتوقيت زمني 12 دقيقة 58 ثانية واربع اجزاء من الثانية. نهني هجن الشحانية ونهني الذهبي سالم بن فاران المري وآتا ونيس. والتوقيت زمني 12 دقيقة 59 ثانية وجزئين من الثانية. نهني هجن الشحانية ونهني المشاغب محمد
بن خالد العطية وآتى هنا للطام ثالثا بشعار هجن الشحانية والتوقيت الزمني 13 دقيقة بدون أي أجزاء من الثانية وسبعة أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس لهجن الشحاني ونهني الشبل جابر بن سالم بن فران المري. فتهانينا والناموس للجميع.